سقفي المكان بين نظرتي أديب ومؤرخ. انشغل الأدب والتأريخ بالمكان كل بطريقته وأدواته. مع الأول ظلت صورة المكان ابنة للخيال مهما اقتربت من الواقع، ومع الأخير جاءت الصورة جافة لا متعة فيها، وهو ما حدا بالبعض للانشغال بنوع من الكتابة تعنى بالمكان درسا وتوثيقا من دون التخلي عن متعة وجمال الأدب. المكان بين مؤرخ أديب وأديب يؤرخ. ضيوفنا الكاتب والروائي الأستاذ علي حميش، وهو طبعا من أبرز الوجوه الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكاتب دكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب جامعة القاهرة. نبدأ معك دكتور. مساء الخير، سعيد بالدعوة الكريمة من معرض أبو ظبي للكتاب للاشتراك في هذه الأمسية حول المكان بين نظرتي أديب ومؤرخ. وفي الحقيقة كمؤرخ المكان في غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخ، لدرجة أن البعض قال أن التاريخ بيبدأ من المكان أو من الجغرافيا في الأساس، وأن المكان هو مسرح التاريخ. لكن تطور علم التاريخ خلى المؤرخ يطرح أسئلة على المكان وتحولات المكان. هحاول أدي مثلا بآخر كتاب ليا عن شبرا، اسكندرية صغيرة في القاهرة. شبرا هي حي من أكبر أحياء القاهرة، اللي يعرف القاهرة ونزل فيها يعرف حي شبرا. واخترت له العنوان التالي اسكندرية صغيرة في القاهرة علشان ارتباط المصيرين ببعض. شبرا كانت أشبه بمدينة عالمية زيها زي اسكندرية. حاولت في الكتاب إن أنا أشوف تحولات المكان، إزاي مكان زي شبرا بدأ بإنه قرية، يبدأ التحول في القرن 19 ليصبح منتجع ملكي لأسرة محمد علي لما بنى محمد علي القصر بتاعه. ثم أبناء محمد علي بنوا عدة قصور. ثم تحول المكان من الناحية الطبقية بعد ذلك إلى مكان للطبقة الوسطى مع بدايات القرن العشرين، سواء نتيجة تغير المواصلات، شق طريق الترام في 1902 و1903 غير الطبيعة. دايما المواصلات ووسائل النقل بتغير من طبيعة المكان وتغير من تاريخه. هيتحول المكان اللي كان منتجع ملكي إلى مكان للطبقة الوسطى، والأسرة المالكة بالتالي هتتنازل عن القصور بتاعتها اللي تتحول إلى مدارس حكومية. كمان المكان هيتحول إلى أن يصبح مكان عالمي، لأنه هيبقى الامتداد والرئة بتاعة القاهرة. القاهريين لحد يمكن سبعينات القرن العشرين أو المصري بشكل عام ما يحبش يمتد في السكن أو في العمران في الصحراء، طول عمره يمتد بجنب النيل وفي الأراضي الزراعية. عشان كده القاهرة الجزء الصحراوي من القاهرة في الحقيقة ما ظهرش غير في السبعينات فما طالع. عشان كده شبرا كانت قرية هنلاقيها تتحول إلى أكبر حي في شبرا في القاهرة كلها، نتيجة حب المصريين للارتباط بالنيل وحب المصريين للسكن في الأراضي الزراعية. المصري بشكل عام ما يحبش أو إلى حد وقت قريب كانش يحب يسكن في الصحراء على الإطلاق. عشان كده كان الصحراء العباسية دي هي صحراء الريدانية اللي السلطان سليم قابل فيها
سلطان طومبار، وفضلت بعد كده سكنات للجيش لحد السبعين. على اي حال المكان هيتحول كمان الى مكان لاختلاط الاجناس. في حي شبرا هنلاقي داليدا اشهر مطربه عالميه اللي هي من اصل ايطالي بتتولد في شبرا وتبقى ملكه جمال مصر سنه 54 وتمثل فيلم في مصر سيجاره وكاس، وبعد كده ترتحل الى فرنسا وتصبح اشهر مطربه عالميه. في حي شبرا برضو هنلاقي المخرج الكبير بركات اللي هو من اشهر افلامه الحرام فاتن حمامه، هو هنري بركات اللي من اصل شامي وهيتولد في شبرا. هنلاقي ماري منيب اللي هي اشهر حامه في السينما المصريه اللي هي لبنانيه وتعيش في شبرا وتصبح شبرا هي المكان بتاعها. هنلاقي حي شبرا او المكان يستقبل المسيحيين والمسلمين وبيضرب مثال لليهود ايضا، وبيضرب مثال للتسامح ما بين مسلمين مسيحيين يهود، ما بين عرب يونانيين ايطاليين ارمن فرنسيين قليلين شويه جنسيات مختلفه. لكن هذه الحاله اللي هي شبيهه بالاسكندريه هتبدا تتغير في الستينات بشكل كبير جدا. المكان نفسه هيتغير، و دايما وسائل المواصلات بتغير المكان بشكل كبير جدا. مع سنه 2000 خط المترو بيدخل شبرا وبيغير طبيعه المكان وبيتحول الى اكبر سوق تجاري للملابس بينافس وسط البلد. سوق راعي صالح وخلوصي شبرا اللي بدات ملكيه تنتهي الى اكبر سوق للملابس والتجاره. شبرا اللي بدات عالميه فيها كل الاجناس في وقت من الاوقات اكتسحتها الحركه السلفيه بشكل كبير جدا، كان اكبر نسبه للمجالس النيابيه للسلفيين والاخوان كانت في شبرا. تحولات المكان دي في غايه الاهميه بشكل كبير. شبرا عشان ما اطولش وانقل الكلام للادب هتجذب الادباء. واحد من اشهر الادباء المصريين فتحي غانم. فتحي غانم له روايه بنت من شبرا، وعن هذا التلاحم بين الاجناس والاديان المختلفه. نعيم صبري شبرا له روايه اخرى اسمها شبرا. حتى في الاغاني محرم فؤاد مطرب مشهور له اغنيه اسمها بحبك يا شبرا وفي اغاني. الافلام اشهر افلام فريد شوقي فيلم الفتوه والمخرج صلاح ابو سيف هو عن سوق الخضار اللي في شبرا. حتى اخر افلام فاتن حمامه يوم حلو ويوم مر مع خير بشاره اللي هو ابن المخرج ابن شبرا عن شبرا. هنلاقي السينمات هنلاقي حياه. المكان جذب الادب جذب الفن جذب السينما جذب الاغاني. المكان في الحقيقه ممكن يتكتب عنه وعن تحولاته، سواء تحولاته الطبقيه تحولاته العرقيه والجنسيه حتى تحولاته الدينيه وتغير الدين. مش عايز اطول وهسيب الكلام للاستاذ علي ابو ريش وممكن في المناقشات نفتح الحوار. شكرا. شكرا دكتور محمد الاستاذ الكاتب والروائي علي ابو ريش. مساء الخير جميعا. في مأثورة قديمة تقول عندما تهتم بالشيء تدركه، وعندما تدرك الشيء تحبه، وعندما تحب الشيء تكون أنت هو وهو أنت، تكونان بالوجود واحدا. هذه هي المنطقة التي تكون فيها الرواية. فمكان الرواية هو اللامكان.
ولو اختصرت الرواية مكانها فماتت وانتهت. الآن عندما نتحدث عن الرواية فهي كائن سماوي، بينما التاريخ هو كائن حجري. التاريخ قادم من الماضي بأحزانه ورواسبه وخرائطه، بينما الرواية فهي بنت اللحظة. هي صحيح تتحدث عن الماضي، وإنما هي تكون في الحاضر، تستدعي الماضي لأجل المناقشة والحوار. هي كائن حواري، كائن مفتوح، قائم على الحرية، على عكس التاريخ. التاريخ قادم من العقل، والرواية قادمة من الروح. العقل بكل ما يتميز به من جبروت، وكل ما يتميز به من دهاء، إلا أنه كائن مخاتم وكائن خائن للوجود البشري. نحن الآن في كثير من حياتنا نستدعي التاريخ، والتاريخ فيه أكاذيب كثيرة. نحن وصلنا إلى أقاصي الدنيا بدعاوي التاريخ، ولا زلنا نتحدث عن التاريخ وفتوحاته وانتصاراته ونجاحاته، بينما الرواية هي لا تستطيع أن تقول هذا، لأن الرواية بطبيعتها هي الفطرية والعفوية. الرواية جاءت من الداخل، بينما التاريخ جاء من الخارج. التاريخ كتبه إنسان كاذب ومحتال كبير. التاريخ استطاع أن يحول حياتنا إلى تراكم من الأحزان والهزائم، لأننا كذبنا كثيرا وانصفنا وراء العقل. العقل قائم على الواقع، بينما الرواية فهي تأتي من الحقيقة. نحن عندما نبحث عن الحقيقة لابد أن يكون هناك ثلاث شروط. أولا إخراج العقل من العقل، أي تحرير العقل من العقل. اثنين التضامن مع الآخر. ثلاثة الحب. هذه الشروط التي تعتمد عليها الرواية، بينما التاريخ هو على عكس ذلك. التاريخ قائم أولا على التعلق والإدانة والتملك. نحن الآن كما نشهد في ساحتنا الإنسانية، هناك رغبة جامحة في سبيل تكريس واقعة تاريخية، بمعنى أن كل الأمم الآن تعتمد على رسمة من تراكمات التاريخ. ممالك وإمبراطوريات قد تكون بادت، ولكنها الآن لا تستطيع أن تعيش خارج هذا التاريخ، بينما تستطيع بين لحظة وأخرى كلما أحست بالدونية وعقد النص. أنت في الرواية تخرج من هذا المكان وتعيش في اللا مكان، تعيش في المكان العفوي، في المكان الذي لا يحمل نفايات التاريخ ولا يتحمل نفاياتها أيضا. لذلك أستطيع أن أقول أننا في الرواية نستطيع أن نذكر قصة بسيطة. أراد راهبان أن يذهب إلى الكنيسة، فاتخذ ضفة النهر باتجاه الكنيسة، وفي الطريق شاهد فتاة ترفع عن فستانها لتعبر النهر، لكنها كانت خائفة. فتبرع أحدهما وحمل الفتاة على كتفه ونقلها إلى أو عبر بها إلى الضفة الأخرى، وعاد في ذات الطريق مع رفيقه أو صديقه. عند باب الكنيسة استوقفه صديقه وقال: يا إلهي، كيف حملت هذه الفتاة على كتفك وهذا محرم؟ فاندهش الرجل وقال: أنا حملت الفتاة وأنزلتها وأنت لا تزال تحملها. هذا ما ينقله لنا هو التاريخ. كل الديانات سواء كانت وضعية أو سماوية تلوثت بفعل التاريخ. في الوقت الذي أمسك به الإنسان سقطت قيمة هذه الديانات. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مهما كان
من إرادة وقوة واندفاع إلى اتخاذ دين معين لتجنب المخاوف الداخلية، إلا أنه يظل يحمل موروثات التاريخ القديم، وهذا أشهده الآن في حياتنا اليومية. هنا دور الرواية الخروج من هذا المكان، الانطلاق إلى مكان لا مكان، ليصبح الإنسان مثل نهر يفيض بالصفاء والنقاء، لا أن يكون مثل الرواسب الحجرية التي تجمع كل التراكمات الزمنية. يصبح الإنسان مثقلا بهذه الهموم والأحزان. لذلك أنا أعتقد أن الرواية هي النقيض الآخر للتاريخ. عندما يدخل التاريخ في الرواية يفسدها، وعندما تدخل التاريخ الرواية إلى التاريخ تضيء منازله. ولذلك أتمنى أن نستطيع، وطبعا هذه محتاجة إلى قدرات وإلى ثقافة أيضا وإلى سعة وعي، أن يستطيع الإنسان أن يتخلص من شوائب الرواية التي قد يعلق بها مثل هذه الشوائب نتيجة لأسباب اجتماعية وثقافية. وأرجو طبعا أن يعني يؤخذ هذا الكلام أنه هو يعني محاولة لتشييع الجدار التاريخي، ولكن هذا هو واقع نعيش الآن ويمارس ضدنا أساسا منذ فك التاريخ إلى يومنا هذا. بمعنى يعني هتلر عندما أراد أن يكرس مبادئه ذهب إلى مسلم وأخذ معه كتاب لنيتشه بعنوان إنساني إنساني جدا، ليقول للمسلمين أن هذا هو نيتشه العظيم، يقول أننا يجب أن نتكئ على التاريخ وإرادة القوة وليس قوة الإرادة. طبعا هذا فهم مغلوط، لم يكن نيتشه يعني يفكر في مثل هذه يعني النزعات التي كانت عند فكرة. الهدف من هذا الكتاب اللي هو إنسان إنساني جدا كان يدعو الإنسان إلى اتخاذ موقف من الحياة والخروج من تراكمات التاريخ، لأن في كل إنسان هناك عناصر قوة، إذا لم يستطع هذا الإنسان أن يستفيد من هذه العناصر فإنه يصبح مشتتا. وضرب لنا أيضا مثالا، أنت لو أخذت الآن لاعب كرة محترف وأوقفت له ركلة الجزاء، في هذه اللحظة قد يخطئ هذا اللاعب المحترف ويركل الكرة إلى مسافات بعيدة عن المرمى. لماذا؟ يقول لنا نيتشه لأن عناصر القوة لدى هذا الشخص الآن لم تكن متسقة ولم تكن متسقة. إذن يعني هناك كثير من المغالطات، هناك كثير من الأخطاء يراكمها علينا التاريخ، وبالتالي تصبح أفكار راسخة ومن ثم نظريات، ومن ثم تطبق هذه النظريات واقعنا بعيدا عن واقع الحال أساسا. وواقع الحال لا يستطيع أن يقترب منه إلا إذا كان هناك روائيا حقيقيا. وشكرا. شكرا للأستاذ علي أبو الريش، أفكار كثيرة قالها الأستاذ الروائي علي أبو الريش. هل تود أن تعقب على أي فكرة، أو فكرة أن التاريخ إن دخل إلى الرواية أفسده؟ أنا بس عايز أفاجئ حضرتك إن التاريخ والرواية يكادوا يكونوا حاجة واحدة، حتى في اللغات الأجنبية كلمة استوار وكلمة هيستوري في الأصل معناها حكاية أيضا. حتى عندنا في كتابنا العربي التاريخي راوي الرواة وراوي التاريخ بشكل كبير. أنا أستاذ تاريخ ورئيس قسم التاريخ في أدب القاهرة، بس
احدث الدراسات التاريخيه في الخارج بتقول ان حتى كتابه التاريخ هي في الحقيقه روايه لمؤرخ او سيناريو للاحداث، وليست بالضروره هي محدث. فالتداخل كبير جدا بين الروايه والتاريخ. اكتر من كده ان الناس عرفت التاريخ في الحقيقه من خلال الرواية التاريخية أكثر. يعني روايات جورج زيدان رغم ما لها وما عليها، لكن أهميتها إنها حببت الناس في التاريخ. أما إن التاريخ يبقي بظل وثقل على الحاضرين، فده يعتمد على من يكتب التاريخ وعن أي تاريخ نتحدث. في تطورات في المسألة دي بشكل كبير جدا، لدرجة إن البعض وبعض المؤرخين بيقولوا إن مفيش حاجة اسمها تاريخ أصلا، لأن ما حدث حدث. نحن المؤرخين يعني إحنا المؤرخين بنحاول استعادة الحدث وبين ما حدث، ونحن الآن مسافات كبيرة جدا. فما نكتبه هو في الحقيقه محاوله استعاده الماضي. الاكثر من كده ان بيتقال ان التاريخ هو اعاده حكم الماضي. ان الحادثه الواقعه ثم يتم حكيها ثم يحاول المؤرخ بعد ذلك اعاده الحكم. فالتداخل بين الادب والتاريخ في الحقيقه كبير جدا، لدرجة إن علم التاريخ ومنهج البحث التاريخي استفاد من مناهج النقد الأدبي الحديث. في تطورات كبيرة حصلت بالفعل في هذا الموضوع. شكرا. شكرا لك دكتور. أستاذ علي، ممكن مع حضرتك لو في أي تعقيب معين حابب ممكن نختم معك باختصار لو سمحت. عفوا بس حبيت أوضح الأستاذ علي، هو تكلم عن حكاية، طبعا هناك فرق ما بين الحكاية وبين الرواية. يعني مشكلتنا ان نصدر كثير حكايه للاسف الشديد، يعني كل الان المصائب اللي تحل بوطن العربي من المحيط البعيد طبعا عن العالم هي نتيجه الحكايه. كثير من الحكايات الدينيه وكثير من الحكايات السياسيه وكثير من الحكايات الاقتصاديه، كل هذه تنسحب على علاقتنا بالاخر وعلاقتنا بانفسنا. فاعتقد يعني في هناك فرق ما بين الروايه شيء اخر، ما له علاقه بهذا. الحكايه هي قريبه جدا من الخرافه وغيرها من يعني ما يختزنه الانسان في 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 اذا قفت على مدى السنوات. وطبعا طالما اعتمدنا على الذاكره 100% سيكون في هناك ثغرات، وتكون هناك ايضا انات وايضا زلات، وتكون هناك كثير من العقبات التي واجهها الانسان. ولكن للاسف الشديد مع كل هذه العرق يضر البعض من التمسك بها نتيجه لنظريه التعلم. للاسف الشديد طبعا هناك فرق، طبعا في هناك شيء اسمه مثلث رعب، الحب، التعلق، الحريه. احنا مشكلتنا واقعيه في مساله التعلق وتركنا الحريه للاسف الشديد. انا اتصور ان المشكله ان احنا امه غارقه في تاريخها. دراسه التاريخ في الحقيقه لكي نتجاوز التاريخ. المشكله ان احنا ما بندرسش التاريخ كويس وما بنتجاوزش التاريخ، لكن هدف اي مؤرخ في الحياه هو دراسه التاريخ وتجاوزه الى المستقبل. حصلت تطورات في علم التاريخ، ما بقاش التاريخ هو علم الماضي فقط، بقى في تاريخ الحاضر وفي تاريخ المستقبل. احنا للاسف في عالمنا العربي ما زلنا حديث الماضي بشكل كبير جدا. انا معك في هذه النقطه. ما قلت لك انا في البدايه يعني اهميه الروايه وقيمتها اساسا في لا مكان الروايه. لا مكان الروايه. يا واضح انها وجهه نظر. نترك المجال لو في اي مداخله من الحضور الكريم مختصره لو سمحتوا. واصل تفضل.
في الميكروفون. يعني على سبيل المثال نتحدث مثلا عن تاريخ الدولة العباسية، نتحدث عن الولاة، عن الشعراء، لكن أين كانوا في ذاك المكان؟ ليس بديبال في التاريخ. فالتاريخ هو عبارة عن رواية صادقة يجب أن تكون، لأن كل صدق، كل صدق هو حقيقة، وكل كذب فهو تأليف، والرواية كذب كلها تأليف. وإن أخذت من المكان شيء يصبح المؤلف هو القادر على خلق هذه الخصوص وهذه الأحداث. الرواية تميل إلى الكذب قياسا بالتاريخ يميل إلى الصدق. فالمكان ليس ميديبال في الأدب مثل ما شاء الأستاذ علي بريش، إلا أنها تبدأ الأحداث. ولكن لو قرأنا مثلا رواية عالم بلا خرائط نجد أنها تتحدث عن لا مكان لهذه الرواية، هي مكان متخيل. أصبح رواية جيدة وأكثر من جيدة نراها. فالمكان يعني حاول البعض أن يصبغ عليه أهمية في التاريخ وفي الأدب، ولكن هذه الصيغة في التاريخ إلا إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ القاهرة. والدكتور يعني أجاد بمثاله حينما تحدث عن تاريخ شبرا، وأنا سعدت بهذه لأني أعرف شبرا تماما، وسعدت بسماع هذا التاريخ وهو يتحدث عن تاريخ مدينة. لكن مجمل التاريخ يتحدث عن أشخاص صنعوا هذا التاريخ سيئين أو جيدين. وفي الرواية كما أشرت الأستاذ علي بريش هي الشخوص أينما كانوا. أنا كتبت رواية تدور أحداثها 300 قبل الهجرة، المكان كله مخ مخ مختلف. يعني لا أعرف، أنا أصنع، كنت أصنع مكان للرواية، لكن الأحداث هي التي أهم. يعني أنا أشكر المحاضرين على الحقيقة على ما قدمه، ولكن يجب أن لا نعول كثيرا على أهمية المكان لا في الرواية ولا في التاريخ، إلا إذا كان الحديث عن تاريخ مكان، تاريخ القاهرة وما شابه ذلك. أشكر المحاضرين. شكرا. في أيام سؤال الأساتذة الكبار المنصات، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الرواية كمصدر من مصادر التأريخ للمكان مستقبلا؟ مثال تاريخ الإسكندرية مثلا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، روايات الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، لا أحد يعرف في الإسكندرية، إسكندرية الغامية، غيمة، طيور العنبر. الاعتماد على روايات الأستاذ رحمة دي محفوظ في التأريخ لأماكن بعينها في وسط القاهرة، منطقة الجمالية، يعني معاقل الطبقة الوسطى، إلى أي مدى يمكن الاعتماد؟ إلى أي مدى يمكن بناء صدقية للرواية والتأريخ للمكان من خلالها، خصوصا للقادمين من بعد، بعد سنوات كثيرة من الآن؟ شكرا. يعني حضراتكم تفتحوا المجال حاجة، علاقة الأدب بشكل عام بالتاريخ، وهي علاقة وثيقة جدا لكنها كمان ملتبسة جدا، وعلاقة مش حديثة، علاقة قديمة حتى في تاريخنا العربي. يعني الشعر الجاهلي هو المصدر الأساسي لتاريخ العرب قبل الإسلام، ما ارتبط بصرف النظر عن الشعر الجاهلي المشاكل المتعلقة به، لكن في الأدب في غاية الأهمية كمصدر والمكان مهم جدا. يعني في مثل في مصر مثلا عندنا اسمه امشي سنة ولا تخطي أنا، امشي سنة ولا تخطي أنا، القناة صغيرة قوي، لأن ده المكان حد الطبيعة الشخصية. هل لو مثل زي ده ظهر في اليونان يظهر؟ خالص. طبيعة الشخصية اليونانية متأثرة بالمكان والجزر والبحر، وحدد تاريخهم بشكل كبير جدا كشعوب مهاجرة. عشان كده المصريين لحد وقت قريب جدا ما كانوش شعوب مهاجرة خالص، وما يحبش الهجرة. المكان بيأثر بشكل كبير جدا. الرواية كمصدر للتاريخ في غاية الأهمية،